قطن. الصالون معنا أظافري، كنت أبغى شيء مختلف بس للأسف بدأت تسوي ما عجبني، قلت لها وقفي ارجعي للسيف سايد سوي لي الفرنج، بس فيه لمعة بس ما أدري ليش مو واضحة في الكاميرا، بس فيه زي الجليتر كذا. بس خليني أوريكم لبسي لأنه مرة عاجبني، مرة حلو وطلون مرة كيوت، عليه ربطة من تحت إذا تبغون مثلا تصغرون الرجول. أنا صراحة أحب البناطيل اللي بتكون واسعة كذا. This is my outfit. طالع بعد شوية وبدلت ملابسي لأنه مرة حر وأنا راح أروح بالباص فما أبغى أنحرق، صايرة حساسة من الشمس صايرة أنحرق، هذه شيء جديد عني إني صايرة أنحرق من الشمس. هذا الجاكيت خفيف مرة، ماش الجينز بس اللي يجي خفيف مرة. قلت أمني ما عندي شيء، ما أبغى أقعد في البيت، خليني أروح محل. ما أدري أخذ كاميرا ولا لا، مش عارفة، أتوقع إني ما راح أخذ الكاميرا، بس يلا let's go. يا الصيف شكله so cute، بس ما ادري ايش تحط فيهم. هذولي مره حلوين للبيكنيك، اتوقع انهم كذا مره حلوين للبيكنيك، اتوقع انهم كذا حاطين فيهم الساندويتش ولا الاشياء حقتك والاكل، ما يجي عليهم ذبان ولا نحل ولا شيء. تيتي مستحيل اكل شيء لحالي. Okay everyone. Hi cutie again. قبل شوي روشت توتا، شوف شعرها كيف كش لان لسه ما سرحت شعرها. مرة احب اخلي شعرها كذا بس المشكلة انه مع المدرسة صعب اني اخليه زي كذا لانه ترجع من المدرسة ولازم أسرح شعرها وبعدها يغالوا يعني شغل كثير، بس شعرها مرة حلو صح؟ You love your curly hair؟ Yes. Show me. ما شاء الله شعرها صاير مرة طويل وكثير. طبعا تعرفوني أنا مع الكاسات والأكواب، لقيت هذه so cute. أشتري أكواب وعارفة إنه هذا الشيء ما يتنظف ما ينفك، فعندي نفس هالكاسة بس ما قدرت أقاوم، يعني مو نفس الشكل بس نفس هذا الشيء، بس ما قدرت أقاوم، حسيت إنها مرة كاسة صيفية وكذا أحسها حياة كذا ما أدري cute. فاللي حابة تأخذ زي كذا تروح هوم سنس تلحق عليهم لأنهم كيت يا نامت وفيني صداع فظيع. مفروض اني انا الحين اسوي غدا لبكرة لانه بكرة ما عندي وقت، وما عندي وقت الا الان، والحين تقريبا الساعة 11 مرة متأخر وفيني صداع، بدي اسحب على كل شيء وانام، بس اذا ما سويت الغدا اليوم راح اكل بكرة خرابيط. فانا ما احب كذا انه ما يكون في اكل في البيت لانه احس اني اكل اي شيء وانا ما ارتاح كذا، احسني اخربط في الاكل وكلنا كذا ناكل اي كلام وكذا. فعشان كذا لازم اسوي العشاء، بحاول اسوي شيء خفيف. انا مطلعه دجاج من اول هنا، الحين راح ابدا. صراحه ماني عارفه بالضبط ايش راح اسوي بس راح نشوف ايش راح اسوي. Everyone. من شوية دخلت البيت وبصراحة ما أدري ليش فيني النوم نوم بشكل، ولسه بدري على أني أنام، كمان مرة متأخر أني أخذ ناب، فقلت خلاص دام أني أنا كذا مكسلة سوي ماسك اللي أنا طايحة فيها الفترة اللي هو حق كيلز، لا مو هذا الماسك الثاني، هذا الكريم. أسوي الماسك الآن، كان ودي أسوي ماسك الزبادي أول ما دخلت لأنه برا مرة في حر، صح أني أحب الصيف بس
تو ماتش حر. للاسف انه زبادي ما عندي خلص، فكنت متحمسه اني ارجع بيت خلاص بسوي لي ماسك زبادي، شويه عسل وشوفان اذا حطيته عليه كمان يطلع مره حلو يبرد كذا على البشره. فالان للاسف ما عندي الا ماسك كيلز بس بنظف وجهي من هنا. الصباح كنت حاطه شويه بلاشر واقي شمس، يحتاج ان انا اغسله الحين عشان احط الماسك على بشره نظيفه. مره يعجبني هذا الماسك، احس اول ما احطه كان في شيء قاعد يشتغل فيه، حراره كذا تطلع كذا من الماسك مره حلو كذا، احس انه شغال. دقوا علي قالوا لي انه تيا حرارتها مرتفعه، بس يمكن عشان الجو الحين صاير حر برا فيدخلون المكان جوا يكون الجو بارد عشان المكيفات، فالطلعه والدخله هذه تقلب حراره الجسم، عشان كذا اتوقع ان هي تعبت. بعدين دقت علي ما ادري انا انفجعت ما ادري ليش، قالت لي اه معليش تيا تعبانه، انا ما احب الاتصال اللي يجيني من المدرسه او من الحضانه، احس دائما كذا في مخي في شيء صاير. كنت دائما استغرب من امي انها تنفجع من اي شيء، وانا صرت زيها. مدرستها قالت لي انه عندها حراره بس شيز اوكي، بس كانها عندها حراره وزي كذا، فاذا انت حابه تجين يعني اذا يمديك تجين تعالي. والمشكله اليوم انا مفروض اني طالعه مع صحباتي، راح اشوف كيف ممكن نسوي الموضوع، او اني راح اكنسل طلعه البنات، او اني راح اروح لهم متاخر، بس كذا كذا راح اجهز عشان اذا صار، لانه يمكن عماد يجي بدري، فعشان كذا فخليني اجهز. بس قبل تقريبا لي سنين ما اكلت هذه الاكله الاندومي، يعني مره طولت. اول شيء انا كنت من الناس اللي اموت على الاندومي، بعدين يوم عرفت انه مو صحي وزي كذا قطعته، ما صرت اجيب اندومي ابدا للبيت، بس بين فتره وفتره يعني في السنه يمكن مره، حتى ما صرت اشتهي زي اول. سويته اول شيء لانه تيا تعبانه، فقلت اسوي لها اندومي واحط لها معاه مرق الدجاج عشان تاكله، لان هي تحب الاندومي. انا سويت لي طبعا، ليش لا يعني. الاندومي هذا مو نفس الاندومي اللي في السعودية، هذا اندومي ما ادري شو اسمه صراحة، فمو مرة واو بس اتس اوكي يعني. الحين جاء وقت احط الميك اب، بصراحة ماني عارفة ماني متأكدة اذا راح اطلع او لا، كذا كذا راح اغسل وجهي، راح ابدا اسوي ميك اب كذا فريش. ودي البس حاجة خفيفة، فستان خفيف، عندي تو اوبشن فستان راح اوريكم اياهم بعدين كله اذا رحت. فخلي الحين اغسل وجهي واسوي ميك اب فريش، اجهز. حتى لو رحت لهم بالليل حق ساعتين ثلاثة ام اوكي. اري اوكي، بديت احط ميك اب وصلت للرموش. انا عندي مشكلة مع الرموش ما ادري ليه، ما تضبط معي، ما اعرف الرمش المناسب لي، حاولت اعدل. اذا انتبهتوا الرمش هذا، بحاول طالب الكاميرا، الرمش هنا من قدام تحسون في فراغ، هنا صلحته شوية بس هنا لسه، قاعد تشوفون هذا الفراغ اللي هنا، الحين صلحت هذا بالايلاينر، هذا مره رهيب الايلاينر من حق سيفورا. القلم حقته مره صغير زي كذا، مره صغير، يرسم الايلاينر مره صح. ايش سويت؟ عبيت هنا. تقريبا خلصت الميك اب، تحسون لوني كذا برونزي شويه لاني حطيت اضاءه برونزيه. فتره طايحه على هذا من Urban Decay، لون اسمه Midnight Cowboy. غير احطه هنا بس. ايش فيه؟ من قدام بس شيء خفيف، احط جو زيادة تحت العين، ليش لا؟ كأني قاعد دمعين. قاعد تشوفون؟ مرة كيوت. هذه الفترة صايرة أحب اللمعة، ما أدري إيش عندي. راح أحط من هذا المحدد اللي هو من شي غلام، بعد ريحته حلوة، ريحة قهوة. أوكي هذا هو الميك اب، اللمعة اللي هنا تقتل. خلصت الميك اب وباقي الشعر، عندي هذا الويج مرة كيوت وحلوة وبس شوي حايسة الحين، يبغالي أعدل فيها. طبعا حايسة يبغالها تضبيط، بس بالله عليكم مو أسرع شيء. بعض الأحيان أجهزها من اليوم اللي قبل إذا عندي مناسبة وكذا يعني،
عشان ما أطول. خلاص كن جاهز. عدلت في الشعر. She's so cute. جهزت ولبست، بس صراحة ما حقدر اوريكم اللبس كامل. هذا فستان من زارا، اذا لقيت صورة راح احط لكم اياها هنا. لون مرة حلو، ضفت شوية على الميك اب لون الاورنج عشان يمشي مع الفستان، وحطيت هذولي. بصراحة ماني متأكدة، كذا صيفي يعطي جو كذا حلو، ما ادري في الشكل راح اخليهم. والله حبيبتي دول يا مرام ما يوقف اكيد توصل الاخبار، يعني مش نايم على دنيا. لا انا ما مع حل. هو جوالي انا بعد دقيقه. اوكي رجعنا للبيت. تيا مره ارتفعت حرارتها، دكتوره شافتها وكذا قالت ما في شيء، اهم شيء ان هي قاعده تاكل، اهم شيء قاعده تتنفس كويس، سووا لها الفحوصات العاديه هذه، قالت كل شيء تمام، بس خليكم مع خافض الحراره وحاولوا انكم تنزلون الحراره يعني، بس ما في شيء يخوف الحمد لله. هذا خليط بانكيك 23 جرام بروتين، اللي يحبون يضيفون البروتين في أكلهم مرة حلو. ما ادري شلون اشرحها، بس اليوم كان يوم طويل. توتو لسه وجهها متغير، حرارة مو راضي يتوقف، بس اليوم الحمد لله احسن. اليوم حاسه احسن؟ ايش كان فيكي؟ ايش حسيتي؟ اي هدا هدي هدي عند ايش؟ عند ايش؟ كوفي. ستيل كوفي؟ يود راني نوز. راني نوز اند كوفينج. مرينا كوستكو قبل شويه، شفنا هذا. اب سوري. ار يو اوكي؟ مره احب سناكات كوستكو، بس احجامها تيجي مره كبيره زي كذا، وهذه مشكله كبيره وخطر انه يكون عندنا كذا شيء في البيت. بس راح نذوب لانه شكله يحمس. ويت فور مي. الله ريحته مره حلوه. ويت واو ريحته مره حلوه صح؟ اوكي تاي توجذر. اوكي حنذوق انا وتوتا. هو بريتزل مغطى بوايت شوكليت اللي بالفراوله، فخلينا نذوق الحين. 1 2 3 مرة لذيذ. طبعا بريتزل مالح والشوكليت حالي، انا احب هذا الكومبينيشن. تيا تبي تخبركم موضوع، قولي لهم. I have a wiggly too. It came off today. قول لهم بالعربي. عندي اسنان. عندي اسنان. بتطيح. 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 عندي اسنان. عندي اسنان بتطيح. اسنانها بتطيح. روشت توتا، سرحت شعرها، قومتها، الحمد لله حرارتها الحين مستقرة الحمد لله، بس فيها كحة شوية. وشس الحمد لله أهم شيء عدينا الشيء الصعب. أنا جوعانة بموت جوع. جبت من كوستكو هذا الخبز، بصراحة طلع مرة لذيذ اللي هو هذا. أوريكم صورته. هذا هو إذا طلع عندكم صح ولا مقلوب. هذا هو عشاي. هذا الحمد لله يعني. هذا البطاطس مره لذيذ وخفيف، جبت منه كرتون من كوستكو.
COVID, يعني.